السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبيغ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الوفيات على القناة ديالي لي أكيد أكيد الهام شنال. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بعلاج الشيب، فمهما كانت الحده ديال الشيب غادي تخلصي ليا منه بواحد الوصفه اللي هي رائعه 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 لعلاج هذا المشكل هذا. فهاد المكون كنغفلوا عنه احنا كاملين، سواء كنا نساء ولا كنا رجال، واللي هو المكون كما لاحظتوا في الصوره المصغره ديال هاد الفيديو اللي هو العدس. اي هي البنات العدس، وما ادراك ما العدس. العدس زوين زوين بزاف لعلاج الشيب، عنده عده فوائد وعده مزايا. بزاف الناس تيستخدموه تياكلوه، ممكن نستخدموه يعني في علاج مثلا تجاعيد اكيد، ولكن ما تنعرفوش انه مفيد في علاج الشيب. حبيباتي نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه في القريب العاجل وتكتبوا لي في التعليق كيفاش جاتكم بعد ما جربتوها. راها غزاله غزاله بزاف، ما تصوروش اي قداش، غير جربوها على ضمانتي وكتبوا لي في التعليق كيفاش جاتكم بعد ما جربتوها، واش عجبتكم او لا. وانا اكيد في انتظار تعليقاتكم. غنحتاجوا العدس كمكون رئيسي، ومعنا مكونات ثانويه غنتعرفوا عليهم الان، ولكن قبل حبيباتي قولوا لنا الاسم ديال هذا المكون من غير الاسم ديال العدس. خليوا لنا الاسماء حبيباتي، وكل من كيشاهدني وكل من كيتابعني خليو لنا الاسم ديال هذا المكون اللي هو العدس في التعاليق، شنو الاسم ديالو في الدول العربية ولا في الدول اللي انتم موجودين فيهم حاليا، لنستفيد من بعضنا البعض بإذن الله. فقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الثانويه وطريقه تحضير الوصفه وطريقه استخدامها واستعمالها، اريد ان ارحب بجميع المتتبعات وبجميع المتتبعين ونقول لكم مرحبا والف مرحبا. شنو كتسناو؟ بالنسبه للناس اللي مازال ما مشتركين، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، خليوا لنا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، الاسئله ديالكم وكل ما كيتعلق بكم في لي كومونتير. خليوا لنا كل هذه الاشياء فانا سنرحب بها على الراس والعين. وما تنسونيش بلي لايك بلي لايك بلي لايك ديالكم، اللايك ديالكم حبيباتي كيزيدوا يشجعوني على انني نزيد نخدم اكثر واكثر، ونزيد نقدم لكم بزاف ديال الاشياء زوينه، ونجيب لكم كل ما هو جديد في مجال الوصفات الطبيعيه. فعملوا لي اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، خليوا لنا التساؤلات ديالكم، اقتراحات ديالكم، التفاعلات ايضا، فاقتراحات اي حاجه بغيتوها خليوها لنا في التعليق، وان شاء الله ما علينا الا اننا نعملوها لكم على راسنا وعينينا. وحتى التساؤلات والاقتراحات راه غنجاوبكم عليهم كاملين باذن الله. نمشيو دابا باش نتعرفوا على مكونات الوصفه. كما قلنا العدس عفوا كمكون رئيسي، وكتبوا لنا الاسماء ديالو من غير هذا الاسم هذا لنستفيد جميعا ان شاء الله. بالنسبه لثاني مكون هو ثانوي اللي هو الحبه السوداء. الحبه السوداء البنات ديما تنذكرها لكم، ديما تنقول لكم راها زوينه زوينه بزاف، فغتحتاجي معايا كميه ديال الحبه السوداء ولا حبه البركه. غادي تحتاجي معايا كميه ديال البابونج او زهره البابونج، انا غنوريكم الشكل ديال زهره البابونج، هذا هو الشكل ديالها. زوينه هاد الزهره هادي، عندها عده فوائد وعده مزايا التي لا تعد ولا تحصى. غادي تحتاجي معايا الى زريعه الكتان. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشاكل في الشعر، عندهم الجفاف، عندهم الشيب وتيعانوا حتى من الجفاف، بالنسبه لزريعه الكتان ما كتخليش نهائيا الجفاف ديال الشعر، فهي كيراتين طبيعي كما تنعرفوا على الهلام ديالها، فهو رائع. ايضا تستخدم في علاج الشيب وفي علاج تصبغات، ولكن اليوم سنستعملها ان شاء الله في هذه الوصفه لعلاج الشيب وايضا ترطيب الشعر. وغادي تحتاجي معايا الاخر عشبه ان شاء الله، واللي هي اوراق الريحان، وانا غنوريكم الشكل ديالها. هذا هو الشكل حبيباتي ديال اوراق الريحان. بالنسبه لاوراق الريحان حتى هي فوائدها لا تعد ولا تحصى، عندها عده فوائد وعده مزايا رائعة هاد العشبة هادي، فهي تستخدم في علاج عدة أمراض، وتستخدم لعلاج الشيب ولعلاج الفراغات وعلاج التساقط وعلاج الجفاف، وأيضا تستخدم لترطيب وإعطاء لمعان للجسم، وتستخدم أيضا في التخصيص، وتستخدم أيضا في علاج التجاعيد وعلاج التصبغات.
فهادو هما المقادير. ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. ففي واحد الكاسرول غادي تضيفو كل هاد المكونات، الكمية كتبقى اختيارية. انا سأضيف قبسة او حفنة، كما كنقولوا ليها حنا حفنة او قبسة، من كل عشبة، وانتم ضيفوا ملعقة كبيرة من الطعام او ملعقتين او اكثر على حسب الرغبة. ودابا ضفت كمية ديال البابونج او زهرة البابونج، كمية حبيباتي ديال اوراق الريحان، وكمية ديال الحبة السوداء او حبة البركة. ومن بعد غادي نضيف كوب ديال الماء بارد، كوب ديال الماء بارد هانتوما. وغادي نحركو كل شيء بواسطة ملعقة، بعد ما حركت كل شيء المكونات بواسطة ملعقة. دابا غادي ندوزو باش نغليو هاد المقادير فوق النار تكون مهيلة. الناس اللي كيقولوا لي شحال المدة كتروح ما بين 20 حتى ل 30 دقيقة، يعني ما بين 20 دقيقة حتى لنصف ساعة كاملة. وهاد الكاسرول هي فوق النار، ولكن النار هادئة ومهيلة باش هكذا الأعشاب ما يتحرقوش لينا، وبقاو دائما في التركيز ديالهم وفي الفعالية ديالهم. وبعد ما كما كتلاحظوا كيبدا الغليان ديال الوصفه هانتوما، كتحاولوا هكذا تحركوا المكونات. وجميع هاد العناصر هادو هاد الاعشاب خاصهم يطلقوا ديك الفعاليه ديالهم في هذاك الماء باش هكذا تحصلوا على وصفه ناجحه 100%. وباش تعرفوا الوصفه راه نجحت معكم، كتاخذوا القليل من الماء كتعملوه في ملعقه بهذا الشكل، كتلاحظوا اللون ديالو انه تغير، ما بقاش لون ماء عادي وانما اصبح لون اصفر، سواء غامق او فاتح دائما كيبقى على حسب الاعشاب اللي ضفتو مسبقا. يعني سواء ضفتو اعشاب كميه كثيره ف يعني الماء تيكون بلون اغمق، ضفتو اعشاب كميه قليله تيكون الماء لونه فاتح. وديما تكون نار هادئة أو لا نار مهيلة. وأكيد بعد ما كتحسوا بالغليان ديال الوصفة، يعني كتبدأ تبخ كما كتلاحظوا الآن في الفيديو مباشرة أمامكم، كتعرفوا أن الوصفة أصبحت جاهزة ولا واجدة. باش هكذا إن شاء الله نخليوها غير تبرد شوية، ومن بعد ندوزو مباشرة للتصفية ديالها. كما كتلاحظوا اللون هاد الاعشاب هادو هما كيطبخوا البنات ما تصوروش قداش واحد الريحه تتحمق فيهم، ريحه زكيه زكيه ومنعشه للغايه. وان شاء الله ملي غادي تجربوها على ضمانتي لعلاج الشيب كما سبق لي وذكرت، وعلاج التساقط وعلاج الفراغات، وهي امنه يعني الكبار والصغار كما تنقولوا، يعني ممكن يستخدموها حتى الرجال. ما كاينش صراحه احسن من الوصفات اللي كيكونوا هكذا عباره عن سائل او محلول اللي غادي ترشيه على الشعر ديالك، لانهم غنيين بعده اعشاب وعده فوائد وعده مزايا.
فدابا البنات المحلول اولا الوصفه عندي جهزات، يعني صبحات جاهزه، لان كما كتلاحظوا غلات. دابا غادي نطفي النار ونخلي الوصفه ديالي او المحلول ديالي حتى يبرد، ومن بعد ندوز للتصفيه ديالها مباشره معكم اكيد. فكما قلت لكم بعد ما كتخليوها تبرد شويه كدوزو باش تصفيوها وتحصلوا على البخاخ او المحلول او السائل اللي غادي توضعوه في الرشاش، وبالصحه والراحه ان شاء الله لجميع الناس اللي غادي يجربوها. وبسم الله على بركه الله غادي نصفيو المشروب ديالنا او المحلول ديالنا، عفوا هو ليس بمشروب وانما هو عباره عن محلول او سائل، لانه الوصفه ما غاديش نشربوها، غادي رشوها على البلاصه اللي فيها الشيب والبلاصه اللي فيها التساقط. هانتوما البنات بيتكم غير تشوفوا اللون ديال الوصفه، راه ولات بحال اللون ديال الشاي المغربي، لون اصفر. كما قلت لكم الا ضفتوا كميه ديال الاعشاب بنسبه كبيره راه غادي يولي لون اغمق من هذا اللون هذا. فدابا غادي نضيفوا هذا المحلول هذا في واحد البخاخ اولا في واحد الرشاش. هاد الوصفه حبيباتي صالحه حتى للرجال، لانه يعني بزاف النساء تيقولوا لي واش ممكن يستخدمها الزوج ديالي، راه عجباتو الوصفه ولكن واش هي صالحه للرجال؟ اكيد هاد الوصفه صالحه للرجال والنساء، هي امنه الحمد لله. وريحه ديال هاد الوصفه كتحمق بعد ما غادي تطبقيها على الشعر ديالك، كتعرفيني شنو بغيت نقول. ها هي الوصفه صبحت جاهزه حبيباتي، دابا غادي ترشوها على الشعر ديالكم وتخليوها المده ديال نصف ساعه او ساعه، ومن بعد تحاولوا تستخدموا البلاستيك الغذائي او النايلون فوق من هاد الوصفه هذه، باش هكذا تعرقوا الشعر ديالكم مزيان باش هكذا الوصفه تخرج. ومن بعد كتغسلي الشعر ديالك وكتلاحظي الفرق منذ اول استخدام. البنات هاد الوصفه راه تحفه تحفه، كما لاحظتوا معايا الخطوات ديالها منذ البدايه حتى النهايه. نتمنى تعملوها بهاد الخطوات وبهاد النقط هادو باش هكذا تنجح مع الجميع يا ربي. شكرا لكم على دعمكم المتواصل وعلى تشجيعكم، ما تنسونيش بلي لايك حبيباتي، بانكم تشتركوا في القناه شنو تتسناو، وتفعلوا زر الجرس، وموعدي معكم تجدد فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.